حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي زيادة غيم. بداية أهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد القادر. نعم، خروج هذه الجماهير الغفيرة في مدينة بنغازي علامة تؤكد إلى ما تشير دلالات هذه الصورة؟ بكل تأكيد أن التوقيت والعدد كان قدم رسالة كبيرة، أيضا المحتوى والمضمون، وخاصة أن الجيش الليبي يتعرض الآن إلى محاولة لمؤامرة دولية تمس به وتمس بالإنجاز الكبير الذي كان طيلة السنوات الماضية. نعم، طيب كيف يمكن استثمار هذا الخروج من قبل الشعب؟ الخروج أنا أرى أن يكون مستمرا، لأن المرحلة مرحلة حساسة وخطيرة، وهذا الالتفاف الشعبي لحماية الجيش وقيادته في المرحلة هذه بالذات هي رسالة يحترمها العالم جميعا وتغير الكثير من الحسابات. يجب أن لا يستهين السكان والشعب بهذا الحراك، لأنه تأثيره كبير جدا في النظم السياسية الحديثة. نعم، إذن عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي زيادة غيم، شكرا جزيلا لك.